التوك بتاعنا النهارده هيبقى على الاوفر يوز او الكرونيك انجريز، ودي يعني بنقسمها الى انه في حاجات ليها علاقه بالتهاب، الالتهاب ده بيكون عند الاربطه، ودي مجموعه كبيره حوالين الركبه وحوالين الانكل، حدي مسميات لكن كلها قريبه من بعض. في حاجه اسمها سيفرز ديزيز او بلانتر فاشايتس، وده التهاب في اسفل الكاحل، وده بيبقى موجود عند الاطفال اللي بيبقى بيلعبوا رياضه فيها جامبينج كتير، يعني بينطوا ينزلوا جراوند لفترات كتيره وفيها ريبيتيشن لهذه الحركه، بالذات في اوت دورز كورتس، يعني يكون الارضيه اللي بينطوا عليها بيكون الريزيستنس فيها عالي. بنشوفها كتير في لعيبه الباسكت لانه الارضيه بتبقى ناشفه شويه غير لعيبه الكوره، وجزء منها تاني بيكون زي البلانتر فاشايتس اللي هو التهاب في الانسجه اللي موجوده في اسفل القدم. وهتكلم على العلاج بتاعهم لان هم العلاج بتاعهم بيشمل يعني كل الانتيتيز اللي موجوده فيه. الجزء اللي شايفه بنلاقيه في لعيبه التنس او الاوفر هيد بلايرز زي التنس او جولف، مشهوره ان هو جولفرز البو او تنس البو، وده اجان بيكون التهاب في الاتاتشمنت بتاع العضله اللي بتحرك المفصل بتاع الكوع. وفي لعيبه كتير نعرفهم اضطروا ان هم يوقفوا لعب في التنس بالذات لفترات لحد ما الالتهاب ده يقل. من الحاجات اللي بنشوفها في الاولاد اللي بيعملوا رانينج كتير وجامبينج كتير بيكون الالتهابات حوالين الصابونه اللي هي الباتيلا، ودي بنسميها جامبرز ني ريليتد لان هو له علاقه بالجامبينج. واوزجيت شلاترز ديزيز، وده له علاقه بالاتصال بتاع العضله اللي هي الكوادري سبستندن اللي قدام الركبه واتصالها بعظمه الساق. وعلاج الالتهابات دي كلها عاده بنرجع تاني للرايس بروتوكول اللي اتكلمنا عليه في الاول اللي هو ريست ايس كومبريشن اليفيشن، لكن على اللونج تيرم هيبقى في ضروره ان احنا ناخد بريك شويه من الرياضه لحد ما الالتهاب يخف. ساعات محتاجين ان احنا ناخد مسكنات، وفي اوقات كتير دلوقتي العلاج الطبيعي الالترا ساوند بيساعد والسترابنج بيساعد كتير، وبيعتمد طبعا على مستوى اللعيب وعلى الليفل اوف بروفيشنال انفولفمنت اللي هو فيه، ايه اللي نقدر نعمله له. ساعات لو طفل لسه صغير ومش قادر ان هو يكوب مع الالام ممكن نعدل شويه نوع الرياضه، يعني مش لازم نلعب باسكت او نلعب طايره او نلعب حاجه فيها اليفيشن ولاندنج كتير. اللي نقدر نعمله ان احنا نلعب سباحه، نلعب بايك رايدنج، بحيث ان احنا الاوجاع دي ما نحسش بيها. والجميل في الاصابات دي ان هي بتكون عليها علاقه بنمو الطفل، فعاده لما بنوصل لمرحله معينه من النمو بيتوقف الالتهابات دي كلها بتخف. فدي جزئيه مهمه احنا اتكلمنا فيها. الحاجات الثانيه اللي ممكن تحصل هي التهابات حوالين مش الاربطه بس حوالين وتر معين اللي هو الاكيلس تندن، والوتر ده لازم نكون حريصين فيه جدا لانه لو انا ما عالجتش التهاب من بدري واديته حقه في الراحه وفي الفيزيوثيرابي والريهابيليتيشن ممكن يحصل قطع في الرباط الاكيلس تندن، وقطع الاكيلس تندن بيبقى مشكله كبيره في الاثليتس لانه بيأثر على القوه بتاعه العضله على اللونج تيرم، ودي اثبتت بالابحاث. فمن الحاجات اللي لازم نبقى حريصين فيها دايما انه لو في التهاب في الحته دي نهتم بيها كويس، اند دونت ديسمس ات، يعني ما تقولش مش مشكله هتروح. يعني من الحاجات الثانيه اللي ممكن تحصل على اللونج تيرم، ودي بنشوفها في اللونج ديستانس رانرز زي اللي بيعملوا ماراثون او بيعملوا ال 5K او 6K، انه بيحصل حاجه اسمها ستريس فراكشر، وده نتيجه لانه انا بحط حمل زايد على عظمه. الحمل الزايد ده لو حصل مره واحده
لا يؤدي الى كسر، يعني العظمة مش هتتكسر. لكن لو انا حطيت الحمل الزايد ده على مدى فترة طويلة، وانتوا لو تعرفوا الماراثون رانرز بيجروا لساعات، وعشان يترين بيجروا بيعملوا ما لا يقل عن 15 ساعات ل 20 ساعة جري في الاسبوع، الريبيتيشن بتاع الاسترس ده بيؤدي الى ان العظمة تتكسر. فدي من الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير بالذات في الاثليتس اللي بيعملوا لونج ديستانس رانينج.